أعتقد بأن قرار الرئيس هذه خلال الأيام الأخيرة أعاد تحريك المياه الراكدة في المشهد اليمني ككل، وفي قلب هذا المشهد يأتي الحراك الجنوبي الذي يمتلك حيثية تمثيلية واسعة في المجتمع، بالتالي من الصعب أن يتم إزاحته بهذه السهولة. الحراك من خلال قرارات هذه أعاد توضعه بشكل آخر، أعلن اليوم مجلس سياسي وكذلك مجلس عسكري يريد من خلاله أن يدخل إلى المستقبل السياسي للمشهد القادم. سنوا أروع الملاحم البطولية في دحر الاحتلال الثاني أعداء الجنوب العربي الذين سقطوا على كراسه، وسنسير على ذات الطريق حتى تحقيق كامل الذي يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.